باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. الحقيقة كنت عايز أتكلم عن ناخد سلسلة عن الكنيسة، مملكة المسيح على الأرض، لكن طبعا النهاردة عيد القديس البابا كيرلس السادس، مش هنتكلم عن البابا كيرلس، لكن هنتكلم عن المسيح الذي في قلب البابا كيرلس. بحس ان احسن لقب يعطى لاي قديس من القديسين ان نسميه انسان الله. حد يشوف لنا الناس اللي تحت لو سمحتوا. احنا كنا متعودين في العشيه مفيش بني ادم يقعد في الحوش، ويبدو ان احنا لازم نعملها من جديد كده. فيش حد يقف في الحوش لو سمحتوا، ولا في مزار ابونا بشوي اثناء العشيه، ولا في المكتبه، ولا في اي مكان في عشيه. اللي مش عايز يحضر العشيه يروح. بالمناسبه دي، لاحترام بيت ربنا، في يوم من الايام كان ابونا لوقا بيصلي يوم اربع، وهو بيصلي في النص سمع المشية بتاعت البابا كيرلس، عشان هو يعني ليه مشية خاصة بيجحد شوية في الأرض عشان سنه وحجمه. فأبونا بيكمل في القداس وتوقع أن مثلا يجي يدخل الهيكل، ففوجئ مفيش حاجة حصلت. مشي بشويش بهدوء لغاية ما جاء عند المعلم، وقف يعني ركع طبعا دم او احنا راسه قدام الهيكل، وجاء عند المعلم وركع، وكانه كان غير موجود طول القداس. ولما جه عمل صرف الملاك، فابونا جاب الميه عشان يكبله في ايده، فقال له انت حط، المفروض البطرك بيمد ايده وياخد الميه يرشمهم ويحطهم في ايد الكاهن، فهو قال له لا هات. المهم خلى ابونا بشوي صرف الملاك، وبعد القداس روح، راح البطرخان. فابونا بشوي وابونا لو وانا رحنا نشكره ان جه في يوم زي كده وبهدوء ومشي، لا في اكزمراوت، ولا في وقفه عن الصلاه، ولا في اي مبادره غير انه واقف زيه زي المعلم. فبنقول له مرسي سيدنا على جيتك انك تيجي في يوم زي ده وتقف. قال انا اقول لكم مرسي انكم بتصلوا قداس، وانا جيت اخدت بركه القداس. الحقيقه الجميل في حياه البابا كيرلس تقديره لمفهوم الكنيسه. فيش كاهن يقدر كان يحط ميكروفون زي ده على المذبح، لكن المذبح ده عليه المسيح فقط. الحاجة الوحيدة اللي تتحط هو الإنجيل، لأنه كلمة الله المكتوبة، والمسيح هو كلمة الله المتجسد. لكن أي حاجة تانية، أو أي شمباس يتكي، أو شمعدان يتحط، نيفر. شمعدان لازم يبقى من الناحية دي والناحية دي، لكن ما يتحطش على المذبح. في قدسية، في قدسية. الحقيقة يعني بتألم شوية لما حد ما يشعرش بهذه القدسية. كانت أبونا بشوي يقول كلمة جميلة ما بنسهلوش أبدا، يقول الإنسان الذي يخاف الله، الله يعطيه مخافة أمام الناس، يعطي للإنسان. يعني أنا أخاف ربنا وعندي مخافة ربنا، فيقول لي أنا حديك المخافة دي عندك. فاللي بيقعد يتكلم في أثناء العشية، أو حتى ما فيش قداس وقاعدين في الكنيسة يتكلموا، ما فهمش مخافة ربنا، ولذلك يصلوا وكأنه لا صلاة موجودة. يقولك أنا صليت وقلت مزامير وركعت، ما قبلهاش ربنا لأنك ما احترمتش بيته. ذهبي الفم يقول عبارة جميلة، يقول لما تدخل إلى مجلس الملك، طبعا ما كانش فيه رؤساء زي دلوقتي، كلهم كانوا ملوك. لما تدخل في مجلس ملك ما تقدرش تحول عينيك يمين أو شمال،
لازم عينيك لي، لأن عينيك موجهة ناحيته. وأذكر الحقيقة أول ما ترسمت كاهن، أن في كنت مع أبونا بشوي، وكان في حاجة ضرورية قوي فقالها وأنا واقف، وأنا يعني كلمنا كده بسرعة، فبصيت في كاهن كبير في السن شاور لي فطلعت. قال لي أبونا أنت عارف كنت فين؟ قلت له أقف لا هيك. قال لي أنت كنت أمام مذبح الله، أنت كنت في السماء، إزاي تحول عينيك عن الذبيحة وتكلم مع أي حد ولو كان كاهن ولو كانت في حاجة تحصل؟ إيه رأيكم في دي؟ مخافة ربنا راحت. أذكر في الكويت، أنا ما أظن الباشمهندس عاطف لبيب طبعا كلنا أو اللي قدام عارفينه كويس، بعد ما خلصت قداس في الكويت قال لي أقول لك قصة حصلت معايا بخصوص، ما أعرفش إن كان عاطف رجع، أنا أعرف إنه كان راجع هنا موجود. فعاطف قال لي وأنا صغير كنت بحضر قداس في وسط الأسبوع مع أبونا بشوي، فحصلت هيصة كده، وهو كان يعني شماس المذبح، وكان طبعا كنيسة لسه جديدة والعدد كان صغير، فلما حصل هيصة في وسط الأسبوع فبص كده يشوف فيه إيه، فأبونا بص له فهم إنه زعلان، فقال لي سكت لغاية ما خلص القداس، وبعدين قالوا أخده على جنب قال له عارف اللي أنت عملته إيه؟ قال له آه، قال له بصيت ناحية صحن الكنيسة. قال له طب ليه بتبص؟ قال لي لقيت هيصة. قال له لو لقيت نار مولعة في صحن الكنيسة ما تحركش عينيك، أنت قدام المسيح هو يطفيها، لكن ممنوع أنت كشماس تبص اللي بيحصل جوه صحن الكنيسة. إيه رأيكم؟ فين يعني عايز أقول القديس تدرس التلميذ القديس باخوميوس كان ليه طلبة وحيدة يطلبها من مين؟ من أبيه القديس باخوميوس. يقول له إيه؟ يقول له صلي لي ربنا يديني اللي ادهولك مخافة الرب. قال له مش هتستحملها؟ قال له لا أنا عايز مخافة الرب. فبيقول وقف كده في مرة وهو مش عارف يا على سطح الإله يا على أي حتة، وبعدين ظهر لي مجد ربنا فسقط على الأرض، وراح لبابا الروحي قديس باخوميوس وقال له أشكرك أنك صليت لي، أنا شفت مخافة ربنا ما قدرتش أحتملها. قال له ما أنا قلت لك. يا ريت من ضمن الطلبات اللي نطلبها سمر خوفك فينا. مرة ما بنساش كنت قاعد في المنطقة هنا، وواحدة جت تعترف وكانت تعترف بقوة وبحرقة، فكالعادة سألتها أنت ده أول اعتراف ليكي؟ قالت لي آه. قلت لها إيه اللي خلاكي جيتي كده؟ قالت لي في أخت شفتها في العشية مبارح يوم السبت، وكانت في مقصورة السيدات، مجرد بصت لها روحت ما عرفتش أنام. قلت لها ليه؟ قالت لي كنت هي لا شفتها بتبكي ولا شفتها وجهت نظرها ليا، عينيها ناحية الحيطة أو ناحية المذبح، وكل فكرها لفوق، منظرها أرهب كل كياني، ما قدرتش أنام. قلت له يا رب واحدة قد بنتي تتمتع بهذه المخافة وأنا ما عنديش مخافة ربنا؟ قلت لها تعرفي الأخت دي؟ قالت لي آه، شاورت لي عليها، كانت طالبة في كلية الطب وأعرفها طبعا العيلة كلها، وحاليا أذكر هذه المخافة طبعا ما حكتها لهاش، ومش عايز أقول التفاصيل عشان ما تعرفهاش لو سمعت الوعظة، لكن غيرت حياة إنسانة لا كلمتها في الإنجيل ولا قالت لها وعظة ولا وبختها على خطية، مجرد وقفت وفيها بخافة ربنا تغير قلب هذه المرأة. البابا كرولوس كان يمتاز بالحتة دي في مخافة ربنا. فجاتني واحدة في لوس أنجلوس
قالت لي يا ابونا انا عندي مؤتمر في البلد الفلانيه في كندا وهاخد جوزي ونروح، مش عايز حاجه منك. قلت لها في اخت كانت بتعترف عندي، هديك تليفونها واقعدي دردشي معاها. هي خادمه في مدرسه الاحد، كانت في سان بيتر سان بول في سانا مونيكا. ففعلا ضربت لها تليفون، قالت لها انا عايزه اقابلك ضروري. فراحت قابلتها، فقالت لها لازم تيجي تبيتي معانا الليله. قالت لها ده انا جايه والهوتيل وفي مؤتمر، هي دكتوره مؤتمر اطباء. قالت لها اطلعي الصبح بدري بس اقعدي معانا ليله. فقعدت الليله، فرجعت تقول لي ايه؟ تقول لي بص يا ابونا انا خادمه بمدارس الاحد وبقرا في الانجيل وبصوم وبعمل مطانيات ومشغوله بربنا وبدي الفقراء وما بسيبش اي خدمه ما دام عندي وقت بحضرها في الكنيسه، لكن الاخت دي هي وجوزها وعيالها حاجه تانية قوي. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا مش عارفه اوصفهم، لكن تحس كده قلوبهم ملتهبه بحب ربنا، قلوبهم ملتهبه بحب ربنا. انا عايزك تقول لي ايه اللي كانت بتعمله هي صغيره عشان توصل للدرجه دي؟ ازاي ابتدي حياه مش عايزه لا اخدم ولا اعمل شكليات، انا عايزك القلب الملتهب بمخافه ربنا. فطبيعه البابا كيرلس السر قوته لغايه النهارده ان هو رجل يحمل مخافه الله. اديكم مثل بسيط لمخافه ربنا. راح ابونا بشوي مره، يعني من المرات الكتيره اللي كان يروحها، في اثناء يروح يصلي مع البابا كيرلس في الموروثيه، فهو نازل، فواحده قالت له سيدنا اذكرني، قال انت اسمك ايه؟ قالت له كذا، او قال اسم جوزها، يعني المهم. فابونا دخل ولبس مع سيدنا وخلاص، وجي يمسك الحمل، قال له هي الاخت دي كان اسمها ايه؟ قال له نسيت سيدنا. قال له واحده تطلب منك انك انت تذكرها تنساها تاني مره ما تنساش، وذكرها. مخافه ربنا الجميله لأنه مش روتين بعمله، لكن حاسس أنا ككاهن بحمل نفوس الناس وانطلق بها للسماء. أنا كأب وكأم ولادي دول باخدهم أطلعهم السماء. إنسان جاني في جيرسي سيتي وقال لي يا أبونا عايز أعترف. قلت له تفضل. قال لي أنا ليا سنين ما بعترفش، ولكن عايز أعترف بقى عن كل اللي فات. قلت له أوكي. قلت له ايه الحكايه؟ قال لي الحكايه ان انا قررت ان انا ادخل مع فئه الملحدين. وقلت ايه؟ هكتب في الفيسبوك لاصحابي ما فيش ربنا، اثبتوا لي ان ربنا موجود. وجيت اكتب وهبتدي اكتب في الايه؟ يعني جيت اكتب، فجيت اكتب الكلام لقيت مش قادر. قلت له ليه؟ قال لي بصيت لقيت كده والدتي، حسيت انها هتدخل السماء 100%، مفرحه قلب البيت كله، فيها مخافه ربنا، ما تتكلمش كتير معايا في اي حاجه، لكن معاملتها معايا بتلهب قلبي لحب ربنا. فبصيت له كده قلت له يا رب يرضيك ان انا انكر وجودك واتحرم من ان انا ابقى مع مامتي فوق، ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ احبائي الخدمه مش ان الكاهن يوعظ ولا مدارس الاحد ولا اي عمل اداري، ولا تقول لي عملنا حته خلوه يا سلام على الترانيم والوعظ ومش عارف ايه. يا ترى كنت عايش في مخافه ربنا في الخلوه؟ يا ترى في اوضتك انت فيك مخافه ربنا؟ اول ما ترسمت كاهن هنا، فكان في ضابط في المنطقه مش عايز اقول عنوانها، شاب صغير وانا كنت صغير في السن، فقلت ايه اروح ازوره، هو من ضمن الشبان الكنيسه. فرحت، بيقول لي ابونا انا عندي مشكله تقدر تحلها لي؟ قلت له خير حبيبي. قال لي انا لما بنام واحط رجل كده قدم على القدم الثاني وانعس
له طب وايه المشكلة؟ قال لي يرضي ربنا ان هو يبقى في حضني وانا احط الرجل على رجل. ايه رأيكم؟ انا صعقت. دي مخافة ربنا الجميلة، دي مخافة ربنا الجميلة. انا بحكي احداث عملية معاصرة عشان ما نقعدش نقول ايه دي بتاعت زمان. في يوم كنت رايح زيارة لعيلة عندهم بنتين صغيرين، صغيرين قوي يعني. وبعدين أول ما دخلت ده في كاليفورنيا سنة 70 71 72، قالوا له أبونا جه نسأله البنتين. فقالت لي اسمع هيسألوك سؤال. إيه يا أولاد؟ قالت تتخيل أبونا إحنا في الصيام وماما بتطلب مننا إن إحنا نعمل سويمينج في البول؟ فقلت لها ايه القصة؟ قالت لي جيت اقول لهم نعمل تطلعوا العبوا في السويمينج. قالوا لها احنا صايمين يا ماما. قالت له هو ده هيفطركم؟ قالت لي لكن احنا صايمين، ما يناسبش ان انا العب في السويمينج وايه والدنيا صيام. ايه رأيكم؟ في ناس بتضحك. قلت لها الولاد دول احسن مني ومنك لان حاسين بمخافة ربنا. ما حدش قال لهم ما تعملوش سويمينج، لكن حاسين كل كيانهم في السماء. فالكيان الجميل ده يقعد يلعبوا مع بعض ومع الجيران وغيره وفي وقت الصيام. فقلت لها سيبيهم زي ما هم ما تبوظوهمش، دول نتعلم منهم. احبائي ما يعني من جمال في حياه ابونا البابا كرولوس هو مخافته لربنا، ويمكن مش كتير اتكلموا عنها. في يوم كان بيصلي مع ابونا لوقا العشي، هو كان يحط الايه الشال الابيض ده اللي بيسموها شامله اللي لغاها المجمع المقدس. فايه فجاء البطرك بعد ما خلص العشيه نادى ابونا لوقا، قال ابونا انت عارف ليه الراهب والكاهن يلبسوا شامله وهم بيصلوا العشيه؟ قال له لا. قال له عشان لما دموعهم تنزل محدش يشوفها، عشان دموعهم لما تنزل محدش يشوفها حتى الكاهن اللي معاه. اذا وهو بيصلي العشيه مش مشغول باللحن طول وقصر وفرايحي وحزيني وغيره، مشغول ان اعماقه من جوه بتقذف في توبه صادقه فيها دموع، لكن دموع الفرح ان انا واقف قدامك يا رب انا ما استاهلش، انا خاطي لكن اتقابلت مع محب الخطاه وغافر الخطيه. هنبتدي بركه البابا كرولوس مش ان انا اروح في البيت واجيب شمعه واقول نقول ده كزمرعود، حلو كل ده جميل، لكن يا ترى فينا مخافه ربنا؟ يا ترى وانا واقف بصلي في نص الليل ببقى حاسس ان انا وسط الملائكه؟ ايه رايكم؟ ده احنا لما بنصحى الصبح بنصلي نقول ايه؟ تقدمت فرايت الرب امامي في كل حين لانه عن يمينك لا اتزعزع. كلنا حافظينها. طيب ايه معنى دي؟ معناها انا طول الليل وانا نعسان شايفك، فانا تقدمت اشوف ربنا اللي واقف عن يميني واللي بيتقدم خطواتي واللي بيفتح لي الأبواب أمجاد. مخافة ربنا لما اشتغلت في قلب يونان وهو في الحوت، متهيالي لما الحوت قذفوا في الشاطئ قال يعني كده بسرعة؟ ايه مالك يا يونان؟ قال أسعد لحظات عمري اشتهى جوه الحوت، لا حسيت ان الحوت بيطلع فوق ولا بينزل تحت ولا بقه بيتملي ميه ولا بيرمي الميه بره ولا انا هعيش ولا مش هعيش ولا تفرق. انا كنت شايف ايه؟ قال شايف السماء مفتوحه وشايف الهيكل الرب، وبعدين يقول للرب الخلاص. ايه الجمال اللي ادتهوني؟ لم يرى بهاء السماء وهو في هيكل اورشليم، ولا في صلواته وهو نبي وسط الأنبياء أو وسط الشعب،
ولكن لما كان جوه جوف الحوت وهو غرقان ميه ما شافش لا ميه ولا جوف الحوت ولا الدنيا ضلمه ولا الدنيا نورت ولا قعد قد ايه 3 ايام ولا 3 ليالي. كل اللي شاف انه هو في السماء. قمت قايله كده قال له ممكن ترجع لي الحته دي كده يرموني تاني، نفسي اشوفك من جديد. قريت قصه النهارده جميله، واحده كتبتها من الكنيسه هنا، لقيتها في وسط الورق كده قلت اقراها. بتقول ان حد قرا الايه بتاعت ان المسيح ان الله يمحص النفس كما بالنار. فقالت ايه يعني يمحص؟ قالوا لها ده يعني اي واحد بتاع جواهر يمحص الذهب او الفضه بالنار فتبقى ايه؟ فتبقى نقي، يشيل الشوائب والحاجات الوحشه اللي فيها. فقالت انا هشوف، عايز اشوف الايه الجوهرجي وهو بيمحص حته ذهب او حته فضه. فوقفت بصت جاب المشعل ونار صعبه حولها على الايه الذهب او على الفضه فساح. فعايز تقول له ايه ده، ايه اللي حصل؟ شاور لها بايدها، بايده اللي ما تتكلمش. وبعد ما خلص شويه كده طفى وسابه، طلع حته الذهب او حته الفضه بتلمع. قالت له ليه انت منعتني من الكلام؟ قال لها لما كان الذهب او الفضه في النار ما اقدرش اكلم حد، عيني عليه. فربنا لما بنبقى احنا في نار التجربه، لما يجوا الملائكه يسبحوا استنوا شويه، ده اهم، الشخص اللي في الضيقه دي ده جواه. عشان كده يقول القديس أغسطينوس ما كان يمكننا أن نتعلم ولا أن نتلامس مع مراحم الرب بدون ضيقات. نيفر، ما كانش ممكن لأيوب يقول له كنت بسمع عنك سمع بالأذن، لكن النهاردة إيه؟ رأتك عيني. ليه؟ دخل في البوتقة وربنا بصله قال له سيب الشيطان ده برا، أصحابك يطلعوا برا، عيني عليك لغاية ما تبقى ذهب نقي أو فضة نقية. بعدين سأل هذا الشخص، سأل الجواهرجي طب عرفت إزاي إن الذهب بقي نقي؟ عرف إزاي إن الذهب بقي نقي وطفى النور، طفى النار؟ قال عيني بتبص، أول ما أشوف عيني جوه الفضة أو جوه الذهب معناها الشوائب كلها راحت. وربنا يعمل كده، يبص كده أول ما صورته تطلع جواك يقول ده خلاص وصل. إيه رأيكم في ربنا ده؟ إيه رأيكم في مخافة ربنا اللي بتسمح بالضيق حتى ولو كانت بالنار؟ أحنا في عز، صدقوني أحبائي لما بنقعد نعاتب ربنا أنا غلابة، ليه يا ربي جبت الضيقة دي؟ ليه يا ربي عملت كذا؟ ليه جبتني في الحتة دي؟ لا اللي في امريكا يقول لك يا ريتني ما جيت، واللي موجود هنا يقول لك يا ريت انا ايه يا ريتني اروح. اتذكر عباره سمعتها وانا في الثانويه العامه، كان في شاب كده شقي هو ما كانش مسيحي، وراح كاتب فليفطف بين يعني محاضره ومحاضره، كتب ايه؟ الزواج قلعه الذين في داخلها يريدون ان يخرجوا والذين في خارجها يريدون أن يدخلوا، لا ده عارف يدخل ولا ده عارف يخرج. أنا عايز بدل الزواج أو الزواج أقول السماء قلعة، اللي جواها يقول لك أنا مش هطلع، أنا مش هطلع، واللي براها يشتاق يروح. لكن أولاد العالم العكس، أول ما ييجوا للسماء تلاقي بيمل ويشيل رجله ويحط رجله وهو بيصلي، ويدخل الكنيسة ويشاور على ده، ودي لابسة شرب ودي مش لابسة شرب، وده مبتسم وده بيكلم مش فين؟ فين مخافة ربنا؟ للأسف أحيانا في التناول، في التناول وسط التناول تلاقي واحد بيزق واحد ولا واحدة بتزق واحد. ليه؟ نفسنا كده السماء بقول له أنا جوه نار العالم، لكن أنت شايف فيا الأيقونة بتاعتك. دايما بتذكر الخادم اللي كان بيخدمني وأنا في الكلية، الله ينيح نفسه، لسه لي سنتين توفى، ف
في امريكا، كان يقول عبارة جميلة قوي مرة ذكرت بيها، لأن كنت أحياناً بقيت عنده لما أعمل القداس في المنطقة. قلت له متذكر لما أنا كنت في الجامعة وكنت أنت كلمتك المشهورة بتاعتك اللي إيه؟ قلت له كنت تصلي وتقول لربنا كده، مش ممكن هقبل منك أي حاجة أقل من أن أنا أكون الصورة بتاعتك، غير كده مش هقبل. وربنا اداك النعمة دي انك تبقى صورة المسيح. احبائي، مخافة ربنا بتحولنا من التراب الى ملائكة. اوعى تفتكروا مخافة ربنا تدينا ضيق ومرارة وحزن لا لا لا، حتى لو في دموع، حتى لو في تنهدات، لكن في فرح، في فرح بربنا اللي انا هتقابل معاه. اذا كنا واحنا هنا لما بنقف واحيانا كده ربنا يرفع القلب لفوق، نقول مش عايز اخلص من القعده، امال يا ترى في السماء هنعمل ايه؟ يقول القديس غرغوريوس عباره جميله قوي قوي، حد يظهر ساله يا ترى هنقعد على طول على طول كده نقول قدوس 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 لامتى؟ هنتشبه بالسيرافيم وبال 24 قسيسا غير المتجسدين اللي بينادوا ربنا بالثلاث تقديسات ويكرروها باستمرار. فرد عليه رد جميل قوي، قال له الحاجة الجميلة انك اول ما تبص كده ربنا ما تقدرش تبص في جماله وبهائه، تيجي راكع قدامه تقول له ايه الجمال ده يا رب، ايه البهاء الحلو ده بتاعك، كأني الاول مرة يا ربي اشوفك. وتيجي قايم تبص تقول قدوس، وكأنك أول مرة تقول له قدوس، وحتقعد إلى ما لا نهاية وقدوس دي لا تنتهي. مش نفسكمش تروحوا تعملوا كده مع السيرافيم؟ إيه رأيكم؟ بس لازم نبتديها من هنا. اللي عمله البابا كرولوس الحاجة الجميلة اللي عمله هنا كمله في السماء. وكان دي دايما يقولها الحقيقة أبونا بشوي، يقول اللي بيخدم ربنا يخليه، يعني زي شاول الترسوسي خدم ربنا ببولس. فالقديس جيروم يقول تفتكر بولس الرسول اللي خدم كل المنطقة الحية في ذلك الوقت يقف في السماء يقول له ربي كويس أنا شفتك، ماليش صالح بالأرض؟ مستحيل. يقول ده من قبل ما أشوفك بالجمال ده وجها لوجه كنت بتنطط بالفرح، عايز كل البشرية تدوقك. كان بالأكثر لما أنا شفتك أقول لك يا ربي نفسي كل البشرية تشوفك. البابا كرولوس كان محب للصلاة، وواقف فوق يكمل الصلوة بتاعته. تخلص إمتى؟ قال ما تخلصش بلا انقطاع، زي ما بيتقال عن السيروفيم والشيروبيم إنهم يسبحون الله بلا بلا انقطاع. هقول قصة جميلة قريتها السنة دي، حد بعتها لي موجودة يعني وبالأسماء. أحد الأساقفة أعرفه طبعا، هو الشاب كان إنسان يعني ملتهب بالخدمة وذاكر اسمه. في يوم من الأيام كان في شبرا، هو من شبرا، فوقف كده ففي عزة من العزات قاعد يقول احنا نفسنا بقى في بطرك يسيبه من صلي وما تصليش، يروح يكلم المسؤولين ويهتم بلاقيين من اللي مش لاقيين شغل ومش عارف يعمل ايه ويعمل ايه، ولا ايه رايكم؟ هو كل حاجه بس صلي وامشي، كلمتين وحشين. فربنا يديله الخير، واحد راح وصلهم للبطرك. فدخل الكاهن بتاع الكنيسه، فالبطرك بص له كده قال له فلان ده انت كلمته عشان يوعظ عشان يشتم فيا؟ عارف انه الكلام وصل. قال له سيدنا بيحبك وحيجي يعتذر لك. قال له انا مش عايزه يعتذر، لكن قول له بلاش يستخدم المنبر في الشتيمه. فراح جابه وجه. ف اغلبنا عارفين اسمه، لكن يعني مش عايز اذكر اسمه، بس اخرها حاجه جميله لهذا الشخص. فبيقول له سيدنا اخطيت، حقك علي، ما ردش عليه. قال له سيدنا أنا بحبك. قال له أنت بتحبني؟ قال له
قال له بدل ما تشتمني ما تيجي تفطر معايا، مش مثلا تاخد تأديب زي ما بنسمع دلوقتي، ما تيجي تفطر معايا. قال له قوي، قال له بكرة تيجي تفطر معايا. فراح ايه تاني يوم وراح له، قال له سيدنا نجد، قال له تعال هات المكتب ده، أنا ده تلميذه، هات له المكتب ده حطه في الحتة دي، وجيب له ورقة وقلم وشوية دوسيهات. المهم فطروا غيره، وبعدين جات له واحدة قالت له سيدنا أنا جوزي سيبني لي 7 سنين مش راضي يرجع، وأنا مرة النفس مش عشان المصاريف، لكن ده جوزي صلي لي عشان يرجع. قال يا بنتي طيب روحي للأخ يكتب حالتك. فرح، أنت مين فلان، اتجوزتي امتى، ليكي كام سنة، عايشين فين، عنوانك ايه، مش عارف ايه، وجاب الدوسيه وقال له ايه سيدنا ادي الحالة. فراح واخد القلم من هذا الشخص وكتب ايه تحول الشكوى إلى رئيس الملائكة ميخائيل، ومضى. ولا يعني روحي وبرجعي. بعدين دخل واحد فقال له سيدنا أنا ابني في الجيش، والنهاردة عاملين له محاكمة عسكرية، وأنا خايف ممكن عشان ياخد براءة صلي له. قال له روح للأخ، وعمل نفس القصة، ويحول إلى ماري مينا العجايبي والرد فورا، وبرده في الأول الكاتب والرد فورا، وانتهت القصة. بعد شوية طبعا الوقت طول، فجي إيه التلميذ بتاع سيدنا قال له الأخ ده عايز يروح يتغدى. قال له قل له مش يستنى لما يجي الرد. راح يقول، فقال له الرد ده يجي يوم القيامة، الملك مخيلة هيرد علينا يوم القيامة ولا مريمينة. وسكت. بعد شوية ايه جات الست، وايه دخل ايه، وطبعا قعد الاخ، جات جايبة جوزها وبتقول له يعني عايزينك تباركنا. فلا حصل ايه، قال لها قالت له انا ماشية، هو ما شافنيش، مش عامل فرامل او حاجه، وقعت نزل يشوفني. فعلا اكمل القصه بعدين، لكن الاثنين رجعوا وعمل تمجيد. عايز اقول نفسنا نبطل وعاص ونعيش زي البابا كيرولوس، رجل الصلاة ورجل الوداعة ورجل مخافة ربنا. ربنا يدينا كلنا مخافته. وياريت من ضمن الصلوات كده في هذا الصوم المبارك نقول سمر خوفك في قلبي، سمر خوفك في قلبي. ما يمكن لما بتيجي السيرة دي ما بقدرش أكمل. في كتاب حوزعه عليكم دلوقتي، كل واحد ياخد كتاب، ده هنبتدي بيه الفصل الأولاني المرة الجاية. وياريت نقرا، وأبا مبسوط هنحط صندوق أو نلم أسئلة، لأن ده الكاتيكيزم الجزء الثالث، لأن ما لقيتش الأول والثاني هنا، عدد صغير، وطلبته هيجي إن شاء الله. فالكتاب ده هدية كده ليكم، بس لازم تقروا، هو الجزء الأول صغير أوي يمكن أقل من 10 صفحات. فنصلي مع بعض.